السلام عليكم. اليوم نروحوا للمدينة تاع الجزائر العاصمة، وبالضبط بقصبة تاعها، القصبة التاريخية والعتيقة اللي تعتبر الروح، هي الروح الحقيقية لمدينة الجزائر ولتراثها وللجزائر ككل، بما أنه كانت القصبة الموقع تاع الدولة الجزائرية لأكثر من 5 قرون مضت إلى حدود الاحتلال الفرنسي للجزائر. في هذا الإطار اليوم حبينا نعرفكم بالأشغال نتاع الترميم والتجديد نتاع الموقع نتاع دار السلطان أو القلعة، قلعة الجزائر اللي كانت المقر نتاع الدولة الجزائرية أثناء الخلافة العثمانية. إذا بدون إطالة نخليكم تتابعوا هذا الفيديو حول العامل الضخم الكبير اللي راه يجري حاليا، اللي واللي يعني قطع شواط جد معتبره في العمليه تاع الترميم والتجديد نتاع قلعه الجزائر، الحصن نتاع المانع اللي بسببه كانت تسمى الجزائر المحروسه بالله اولا، وكذلك المحروسه بالاسوار التي كانت تحيط بها. إذن نخليكم تابعوا الفيديو حول العملية تاع الترميم تاع قلعة الجزائر أو دار السلطان كما كانت تسمى. إذن بدون إطالة نخليكم تابعوا الفيديو، والسلام عليكم. في أعالي مدينة القصبة العتيقة تتربع واحدة من أجمل المعالم التاريخية ببلادنا. قلعة الجزائر أو دار السلطان كما كانت تلقب، شيدت في القرن 16 ميلادي أثناء فترة حكم العثمانيين، وتعتبر أكبر معلم عثماني في العاصمة. الحقيقة القصبة هي التي تدار هذه مدينة بانو مزغنة، من بعد ولات واسمها المحروسة، محصنة بالمدافع والثوار، ولات مدينة بانو مزغنة اسمها الحقاني. شهدت القلعة عدة تعديلات على مر العصور، وهي تضم عديد المباني والملاحق، أبرزها قصر الداي وقصر البايات ومسجد الداي ودار البارود وغيرها. صنفت كلها ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو والقطاع المحفوظ للقصبة. عروج اللي طلبت تنخدم لا سيتادال في 1516 تكملت في 1591. كاين مساجد للداخل، كاين مسجد تاع الانكشاريين في 1622، عندنا الجامع اللي داروا حسين داي في 1818، وعندنا جامع او الجامع ولايه دالجي اللي هو سيدي رمضان 971 سنه، اللي هو بولوغين بن وزيري بن مناد السنهاجي، او كلفوا جدو بمديه ومليانه وكلفوا جدو بهذه المدينه. اكتسبت القلعة أهمية خاصة بعد أن أمر داي الجزائر علي خوجة عام 1817 بتحويل مقر الحكم من قصر الجنينة إلى قلعة الجزائر. فأصبحت بذلك مركزا للسلطة والإدارة، كما اتخذها السلاطين العثمانيون حصنا عسكريا منيعا للدفاع عن مدينة الجزائر، بالنظر لموقعها الاستراتيجي المطل على البحر على علو يفوق 150 مترا. وهي تخضع حاليا للترميم للحفاظ عليها كموقع تاريخي وثقافي مهم. قصبة الجزائر كمعلم وطني جزائري تم تصنيفه في 1991،
وتم تصنيفه كمعلم عالمي من طرف منظمة اليونسكو في ديسمبر 1992. المخطط الدائم لحفظ قصبة الجزائر تم المصادقة عليها في 2012، ومن بعد من تماتيك كانت عملية في إطار مخطط القصبة، كانت عملية على هاتق ميزانية الدولة ما يفوت 24 مليار دينار جزائري، خصت الدولة الجزائرية لهذه العملية كمرحلة، ومصالح ولاية الجزائر خصت أكثر من 5 ملايير دينار جزائري لعملية بالموازاة لعملية مسجلة في إطار العملية ككل. العملية تم تحويلها لمصالح ولاية الجزائر في بداية 2017، من ثم بدينا العملية تدخل وترميم عدة بنايات وعدة معالم تاريخية. عندنا لا ريستوراسيون اللي هي عندها دو فاز، لا كونسوليداسيون اي لا ريستوراسيون بروبرمون ديت. لا ريستوراسيون فين لا فاز دو كونسوليداسيون اللي هما شغل ثقيله، سي لا كونسوليداسيون تاع الجدران تاع لي بلانشي، سي تو سكي كونسيرن لا ستركتور دو باتيمون. بلغت أشغال الترميم في قصر الداي مرحلتها الثانية، وتتعلق بإعادة البريق لعمارته العثمانية التقليدية دون المساس بالطابع الأصلي والتاريخي للقصر، وديكوراته الجميلة التي تعكس الفخامة التي كان يتمتع بها السلاطين العثمانيون آنذاك. يبدو هذا جليا في المواد التي كانت تستخدم في البناء، فالأسقف كانت من العرعار الخالص، والأرضية كانت من الزليج الفاخر، وحتى الأعمدة والأبواب كانت تطلى بالألوان الطبيعية الخالصة. هنا عندنا ميثال نتاع دو ريستيتيوشن تاع لونكادرومون دون بورت. الوغ هذا سيت لونسيان انكادرومون اوتونتيك اوتومون بلا بينتور تاعو اللي نسموها حنا لا بوليكرومي، باسكو سيتي با اون بينتور اندستريال، سيت كانت تخدم بلي بيغمون ناتوريل، ودرنا نفس اللون اللي لقيناه. هذا سيت ان موديل دو بوازري. نشوفوا ثاني عندنا ان موديل نتاع لا سيراميك. لا سيراميك هنا في قصر الداي كيما في كاع لا سيتاديل و لا كاسبا، سي دو روفيتمون يديروا لي روفيتمون سول و لي روفيتمون في المور. هنا هاد ليكزومبل، هادي سي اون سيراميك اللي لقيناها اكزيستونت دونك قديمه، وهادي جديده. الوغ القديمه هادي لا ايتي ريستوري. القصبة احنا عندنا بزاف انواع تاع الزلايج، كاينين اللي باينين اللي هما معروفين كيما القرنفلة، كيما كاين دي اللي نلقاوهم ان بو بارتو، ورانا لاحقين حتى لدوك رانا لاحقين 80 نوع من الزلايج غير هنا في القصر تاع الداي. كلها تفاصيل تجعل ترميم هذا المعلم معقدة ومكلفة. الاركيتكتور اوتومان، توت لي باتيس اوتومان، لي بلانشي مخدومين بالعرعار، سي دي بلانشي اون بوا، والعرعار اللي بروتيجي، سي اون اسبيس كي بروتيجي محمي فوالا. دونك باش نحيوه لازم لنا تراخيص دي زوتوريزاسيون اي او نيفو دي فوري، اي سا سي اون بروسيدور تطلب بزاف الوقت. زيد العمليه هذيا مريش سهلة، لخاطر عملية اللي لازم لها المؤسسات المختصة، وزارة الزون لازم، المكاتب الدراسة لازم. هذا ثاني إشكال لواحد آخر، حاليا عندنا 3 4 5 مؤسسات اللي راهي تخدم
مي مازال نزيد ميم ليميتي ليميتي لي 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 ريستوري لا سيراميك ولا لي ريستوري لي بوا ما بزاف بزاف لا فورماسيون بروفيسيونيل التكوين المهني رانا فتحنا حاجه هذه السنه معهد مختص في هذا الميدان.